نقول لك هذه السيده هذه ماشي قد فما قد دراعها. جبتي لي المساله ديال المنازل الفيلات المكريين. حتى هذه القضيه هذه حتى حنا اللي كنا جبدناها في 2016 و2017 كاين سبعه ولا ثمانيه ديال الفيلات في شارع 16 نوفمبر في اكدال مملوكين للجماعه ومكريين الاشخاص بواحد السومه كرائيه ديال 57 درهم في الشهر. كيفاش 57؟ فهمتش هذا كرا قديم كيف كتعرف حنا كرايات القدام في المغرب في الربعينات ما كنظن الخمسينات ولا الستينات وبقى داكشي كيتزاد راك عارف في القانون الحد الاقصى اللي تقدر تزيد به هو 10% كل 3 سنين ولا كان الكرا اقل من 100 درهم تقدر تزيد واحد ما عقلتش على الرقم بالضبط ولكن تقدر تزيد. الحل ديال هاد الفيلات حنا اقترحنا عليه وكنرجع للمساله ديال الاسئله الكتابيه هذا مجال ديال الاقتراح حتى هو ماشي غير ديال المسائل. حنا اللي كنا اقترحنا عليها في الاسئله الكتابيه فاش جبدنا هذا الشيء هذا ما تقدرش تزيد في الكرة قانونيا ما يمكنش يعني القانون عندك يحدد الزياده القصوى فقلنا هذاك الحي ديال اكدال راه فيه واحد النقص ديال عدد كبير ديال المرافق العموميه ما فيهش مستوصف ما فيهش خزانه بلديه ما فيهش مقاطعه بعدا ديال المقاطعه ديال فين كنقضوا الاجراءات الاداريه كاين واحد الاكتظاظ كبير في هذيك المقاطعه 12 اقترحنا تزاد المقاطعه اخرى فاقترحنا ان الجماعه تسترجع هذه المنازل هذو ودير فيهم مرافق جماعيه للسكان. هذا هو الحجه القانونيه باش تقدر تسترجعهم من عند الناس هذو اللي كيكريو ب 57 درهم. راه الجماعه كاريه واحد العماره حدا ساحه بنو ياسين كنظن بشي 100 ولا 120 الف درهم في الشهر اللي حاطه فيها المقاطعه. يعني الجامعه كتكري من عند الخواص ب 10 و12 مليون وهي الممتلكات ديالها كاريهم 57 درهم في الشهر. فحتى لهذه القضيه هذه ما بغاش تطبق هذا الحل هذا. على ما سمعنا الحل اللي باغا تحاول دير هو ان غادي باغا تطيح داك الدور وتردهم باركين. واش هذا حل؟ وكاين في المحاكم دابا هما داخل المحاكم مع دوك الناس؟ صراحة ما عرفش ما سمعتش ان كاين شي اجراءات قانونيه ضد هاد الناس هادو تقدر تكون شي حاجه جديده ما في خبرناش ولكن اللي في خبرنا انه ما كاينش شي حل اتخذ في هاد القضيه هادي. فاللي كنقول لك ان خلقات واحد المجموعه كتخلق البوز بزاف كتهضر بزاف على مجموعه ديال المشاكل ولكن في التنزيل ما كاينش هادشي. ما كاين حتى حصيله دابا ديالها؟ انا ما بنت ليش حتى حاجه كاع كتب عليك ولا كتحسب دابا انا بلاتي انا مزيان اللي جبدتي لي هاد الحصيله ديال هاد المجلس هذا. حنا المشكل الاكبر اكبر من هذا الشيء ديال الرئيسه ما الرئيس. حنا المشكل الاكبر اللي كنطرحوه في فدرالية اليسار هو الاختصاصات ديال الجماعه ديال الرباط منذ سنوات وتزادت الوتيره في ابتداء 2019 2020 كاين واحد الاستخراج ديال الاختصاصات ديال الجماعه كنحيدوا الاختصاصات الجماعه اما عن طريق تدبير المفوض ولا عن طريق خلق واحد الشركه ديال التنميه المحليه اللي ما كيكونش المجلس السلطه عليهم كتكون السلطه عند الوالي. فدرنا واحد الدراسه في فدرالية اليسار كتجرد المرافق الجماعيه وكنشوفوا فين هاد المرافق الجماعيه شكون اللي كيسيرها. نبداو مثلا بالتوزيع ديال الماء والكهرباء هذاك راه مفوت عند رضا من 98 هذاك بوحدو. المرافق ديال النقل العمومي فوت الخواص الجمع ديال النفايات مفوض الخواص التهيئه مفوضه لشركه ديال التنميه المحليه اللي كيتراسها الوالي غابا ميناجمون مساحه الخضراء حتى هي شركه التنميه المحليه كيتراسها الوالي المجازر الجماعيه شركه التنميه المحليه كيتراسها الوالي سوق الجمله شركه التنميه المحليه كيتراسها الوالي محطه الطرقيه شركة التنمية المحلية كيترأسها رئيس جلالة الجماعة الملاعب الرياضية اعطاوها لواحد الشركة كيدبرها مجلس العمالة ديال الرباط واخا من الاختصاصات ماشي من الاختصاصات ديالو. ف مشينا كنشوفوا شنو بقى الجماعة ديال الرباط اليوم الجماعة ديال الرباط المرفق الوحيد اللي كتدبر هو مكتب حفظ الصحة والتدبير ديال الأموات. واش هادشي اللي الجماعة هادشي علاش دارت؟ فهاد الافراغ ديال الجماعه من الاختصاص ديالنا حنا كيجعلنا عندنا واحد المطلب الله يخليكم مابقاوش نديروا انتخابات جماعيه في الرباط بلاش ومابقاوش نكذبوا على المغاربه نقول لهم كاينه الديمقراطيه عندنا في الرباط. دابا الجماعه ما عندها حتى شي اختصاص. انا قلت لك الجماعه بقى لها مكتب ديال حفظ الصحه وتدبير ديال الاموات صافي باقي كلشي تفوض. واش هادشي في المغرب كله ولا غير في الرباط؟ في الرباط هادشي زايد واحد شويه بدا هادشي في المغرب باقي المدن المغربيه الدار البيضاء هي قطعات اصوات كبيره تبارك الله في هادشي هذا وكاين قنيطره مثلا في شكون كيدبر الباقي؟
انا قلت لك اما تبير مفوض عند الخواص يا اما شركه ديال التنميه المحليه. عدد كبير منهم كيترأسهم الوالي وبعض منهم كترأسهم الرئيسه ديال الجماعه. الجماعه بقات ليها في الشركه التنميه المحليه عندها تدبير ديال المحطه الطرقيه ودير غابة باركين اللي كان الرئيس ديالها بالمناسبه هو الزوج ديال العمده الحالي السي سعد المبارك. سي عمر قبل ما نمشي معك لواحد النقطه كذلك مطار جدل واحد النقاش ديال داك الفيديو اللي وريتك من الاول باقي السؤال علاش داروا داك الاقتحام؟ ما عرفتش علاش انا والله ما عرفت. من اللي كنعرف انا كاين مكتب ديال الضبط كاين في الريتشوسي ديال المجلس كنمشيو نحطوا هذاك الشيء في الريتشوسي التوقيعات ديالنا كاملين حتى انا راه موقع في هذاك الشيء يحطوا يطالبوا بالدوره الاستثنائيه وصل عند بيو يعطيو تصريحات للصحافه. طيب واخا قصه المليار شنو قصه هذا المليار هذا والاستفسار ديال الوالي هي دعمت الزلزال ضحايا الزلزال وهذا عمل خاصها تشكر عليه الناس كلهم دعموا في الزلزال على زعما الحاله اللي نضج عليها. غادي خصك تعرف ان في القانون المنظم الماليه ديال الجماعات هو ان ملي كيكون عندك واحد السطر في الميزانيه ما تقدرش تحول ما يمكنش تحول لشي سطر اخر. طبيعه الحال ما كانش شي سطر في الميزانيه ديال 2023 اللي كيسمح بالمساهمه في صندوق ديال الزلزال صح ما كنعرف الزلزال غادي يوقع طارئ. ولكن هذا طارئ ولكن كاين واحد الاجراء هو ان كان خاصها تستدعين مجلس الدوره الاستثنائيه وتطلب من المجلس تحويل من بوند لبوند مثلا بوند عندك فيه فائض شي حاجه ما غاديش تصرفيها هذا العام تحولها المساهمة ديال الجماعة في صندوق ديال الزلزال. حنا حسب المعطيات اللي عندي هي يعني كتعتبر سلوكها مشروع بناء على واحد القانون المتعلق القانون التنظيمي ديال المتعلق بالجماعات المادة الثانية الباب الأول شروط وكيفية تحويل الاعتمادات تحول اعتمادات والتسيير داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس الجماعة يتخذه دون مداولة المجلس. هادشي إلا كان عندك في نفس السطر ما كانش شي حاجه اخرى في نفس السطر ديال الميزانيه مثلا عندي واحد السطر فلوس غنشريها كراسه وطوابل هذيك فلوس مثلا مشي شريت بها بولات هذا ماشي مشكل ماشي فلوس ديال المكتبه والسوا ديال الكراسه والطوابل تتهم بهم في صندوق ديال الزلزال تحولتي من السطر لا ما يمكن الا بغيتي تحول من السطر خاصك ترجع للمجلس مداولة المجلس هو اللي غادي يصادق عليها. هادشي هذا عندنا راه روتيني راه تقريبا كل دوره كيجينا هذا الاجراء هذا الاغلبيه كتعتبر ان الاولويات تحولوا مثلا في وسط السنه الجبائيه فهذا اجراء عادي هذا الاجراء هذا هو ما قامت به فهذا حنا كنعتبروا اجراء خاطئ حنا بطبيعه الحال كنساندوا اي مساهمه ديال الجماعه في الصندوق ديال الزلزال. غادي تسمح لي سي عمر هذا هو هذا ولي الرباط سي يعقوب يصيفط ليها ملتمس موقع من طرف رؤساء الفرق السياسيه بجماعه الرباط حول صرف اعتمادات ماليه قدرها 10 مليون درهم في ميزانيه الجماعه كمساهمه في الصندوق الخاص بتدبير الاثار العدد واحد قصد موافقه بالاجراءات. السيد الوالي بغى يتوافى بالاجراءات المصداريه ذات الصله بصرف اعتمادات واخا نشوفوا الرد ديالها هي هذا الرد ديالها كتقول فيه بالحرف وبعد في علاقه بالموضوع المشار اليه عليه نتوجه الى جنابكم الكريم نحن رؤساء الفرق بمجلس جماعة الرباط الموقعين أسفل بهذه الرسالة بخصوص خروقات هذه ماشي الرد ديالها ماشي الرد ديالها المراسلة هذه المراسلة ديالهم هذه وتحنا كفدراية اليسار راسلناها في مزيانة نقراوها إلا سمحتي لي سي عمر حتى القارئ ولا المتتبعين الكرام يعرفوا مزيان عرفوا الرواية على واش ساندوا يعني الإخوان ديالكم. فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه نتوجه إلى جنابكم الكريم هما كيهضروا مع الوالي نحن رؤساء الفرق بمجلس جماعة الرباط الموقعين أسفله بهذه الرسالة بخصوص خروقات تدبير للسيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط التي قامت بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجارية بها العمل حيث عمدت إلى صرف اعتمادات مالية من ميزانية الجماعة دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد. فقد فوجئنا بقيام رئيسة المجلس بصرف مبلغ 10 الملايين درهم كمساهمة لجماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال دون علم المجلس وفي خرق سافي للمقتضيات القانونية هذا. وإذ نعرب لكم السيد الوالي أننا لا يمكن إلا أن ننخرط في عملية تقديم الدعم لإخواننا المتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والأقاليم المجاورة إسوة بكافة مكونات المجتمع المغربي على اختلاف مشاربهم تماشيا مع مبادئ التضامن والتلاحم والتكافل الذي يسود كافة أطياف الشعب المغربي في مواجهة تداعيات هذا المصاب الجلل والآثار الناجمة عنه. فإننا لا نقبل أن تضرب رئيسة المجلس عرض الحائط بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل
والانفراد باتخاذ قرار تحديد مبلغ المساهمة وصرفه دون الرجوع للمجلس. فقد أعطت رئيسة المجلس نفسها هذه الصلاحية، والحال أن هذه النفقة لم تكن مدرجة البتة بالميزانية، وبالتالي كان عليها عرضها على أنظار المجلس التداول المصرف. فإذا كانت من صلاحية رئيس الجماعة تنفيذ مدونة المجلس ومقرراته، فبما في ذلك تنفيذ الميزانية، فإن ذلك لا يخول لها بأي حال من الأحوال الخروج عما قرره المجلس من نفقات والتزامات مسطرة بالميزانية، وضرورة رجوع حال المجلس عن أي نفقات جديدة. لذا وفي إطار السليم من بدء تطبيق السليم بدء الدستوري القاضي برغم مسؤولية بالمحاسبة واستحضار قواعد الحكم المجلس، فإننا نلتمس من سيادتكم اتخاذ ما ترونه مناسبا وترتيب الآثار القانونية التي تستلزم هذه الواقعة المخالفة للقانون الجريمة بالعمل بتطبيق مقتضيات المادة 64. عزلوها، كيطلبوا زعما تعزل. اي شاكين لكم السيد الوالي المحترم مجهودات الجبار اللي تبذلها لتنزيل المشاريع المسطره في برنامج تنميه عاصمه.